ولون اليوم مع ضيف صباح الورد. بدنا نقول أكيد باسم راديو الغد صباح الخير لنور الصبان، اختصاصية التغذية المميزة دائما والمعروفة في سوريا. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك ويسعد صباحكم كلياتكم جميعا. الله يسعد صباح الورد، شكرا على تعريفك الجميل. يسعد لي صباحك يا رب. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف الشام اليوم؟ حلوة، دائما الشام حلوة. اي والله. اوكي يا نور. هلا هيك اليوم احلى صارت. يسعد صباحك يا رب. على فكرة الكادر هون عرفوا من يومين انك انت ضيفتي، فالكل اليوم حابب يسمعوا، عطوني هيك مجموعة أسئلة لحتى يسألوك إياها، وكمان الكل طلب رقمك، قلت لهم ما في، ممنوع طبعا لأنه يتواصلوا معك عشان الرجيمات. أوكي نور، أول شيء يعني إجمالا نحن لما بنقول أكل صحي وأكل جيد، ومنقول نحن دائما هذا الأكل يمكن أكله وهذا الأكل ننصح أن لا يؤكل في أوقات معينة، إجمالا لما منقول نحن أكل صحي، شو يعني مقصود بالأكل الصحي نور؟ هلأ صراحة نحن رح نكون واضحين أكثر إنه الأكل إجمالا يعني الطعام هو صحي بشكل عام، بس نحن كأشخاص لما نزيد إضافات اللي هي الدهون فقط اللي يعني بندرج، نحن لما نقول والله أنه هذا طعام غير صحي بندرج بس تحت الدهون الغير صحية. نعم. الأغذية اللي فيها سكر كتير والأغذية اللي فيها ملح كتير. اللي فيها ملح كتير يعني الأبيضين، السكر أو الملح. تمام. فنحن اللي منضيف إضافات، فهذا السبب الرئيسي أنه بيتحول غذائنا من صحي لغير صحي. يعني هاي الإضافات الثلاثة اللي ذكرناهم هي السبب الرئيسي أنه نحن نحول الطعام. بس حتى إذا بدنا نكون في عنا مصداقية موضوعية لسه أكثر من هيك، أنه حتى الدهون الغير الصحية جسمنا بحاجتها ولكن بكميات تكون قليلة. صحيح. يعني أنا كشخص فيني أخذ دهون غير صحية، ما في عندي أي مشكلة إذا أخذتها، بس بدها تكون الكمية مدروسة، يعني ما فيني أنا أعتمد عليها بشكل رئيسي. فالأفضل هو دائما أنه نحن إذا بدنا نأخذ دهون غير صحية، إذا بدنا نأخذ نحن معجنات فاست فود كولا، هي أصناف كلياتها طبعا هي غير صحية لأنه فيها إضافات غير صحية، نحن فينا ناخدها فترات متباعدة، مثلا كل 15 يوم، يعني ممكن مرة أو مثلا مرة بالشهر. لا في أشخاص صعب عليهم هذا الموضوع بس هو الأفضل هيك. يعني أنت بتنصحي أنه أنت بتنصحي بالأكل أنه ما يكون فاست فود، ما يكون أكل جاهز من الخارج، أكثر لازم يكون موجود يعني مطبوخ بالبيت. إيه طبعا أكيد. أكيد أكيد، لأنه نحن بنقدر نعمل كنترول أكثر على الشيء الإضافات اللي نحن عم نزيدها، سواء كمية الملح ولا حتى نحن نختار الدهون. يعني هلأ نحن في عنا دهون صحية ودهون غير صحية. أوكي. هلأ الدهون الصحية شو هي نور؟ والدهون الغير صحية اللي هي السمون والزيوت، نعم ما هيك؟ هلأ ما فينا نقول كل الزيوت، هلأ في عندك زيت الكانولا، زيت الزيتون، طبعا هن كتير مفيدين. نعم. ونحن فينا ناخدهم وكتير بيساعدنا كمان انه في عنا مثل ارتفاع الكوليسترول بيتخفض عنا بزيت الكانولا او حتى بزيت الزيتون، يعني هن لهم دور بتخفيض ال LDL بالجسم. بالإضافة لوجود الدهون الصحية الأوميجا اللي هي اللي هي ضرورية لصحة الشرايين، القلب والدماغ، وحتى عنا لصحة المفاصل. ففينا نستخدمه نحن خاصة زيت الأوميجا الكانولا الموجودة الموجودة بالبحريات، ما هيك بالسمك أيضا طبعا. كمان طبعا أكيد. هلا الطون أو السردين، في كتير ناس بيأكلوا طون والسردين حتى يعوضوا السمك، فهذا الشيء بيمشي الحال.
هلا طبعا اكيد نحن ما فينا نقول ما بيمشي الحال. هلا السردين كثير مفيد، بيحتوي على اوميجا 3، بيحتوي على كالسيوم، سردين بيحتوي على الزنك، السردين، وحتى ايضا عندنا التونه كمان جيد. بس الفكره هي ان تكون نحن المصادر هي موثوقه، وننتبه على المعايير والمقاييس تبع المعلبات. يعني نحن في عندنا معايير ومقاييس محدده، العلاقه انه نحن نعرف انه هاد مثلا، هذا مثلا عندنا مده الصلاحيه بالنسبه للمعلبات، نشوف نحن شو المكونات اللي بقلبها، ضروري جدا نحن ننتبه انه شو المكونات اللي بقلبها. طيب تمام. بس انا حبيت بس تسلط الضوء على زيت الكانولا، لانه هو بالمجمل متواجد بالعراق. زيت الكانولا كتير مفيد بالنسبه لنا اذا نحن استخدمناه على بالطبخ. شو هو زيت الكانولا بالضبط؟ يعني شو هو زيت الكانولا اللي هو؟ اللي هو بذور بذور اللفت. هو بالاساس بذور اللفت. تمام اوكي. ايوه تمام. حتى بيتحمل حراره اكثر من زيت الزيتون. عظيم. بدي بس لو سمحتي اطلب منك بس نوطي صوت الانترنت جنبك مشان نقدر نتواصل بطريقه صحيحه. اوكي. نور، سؤالي لو سمحتي لألك، انه يعني هلا الانسان لما بده ياكل سردين على سبيل المثال، اذا بده ياكل زيوت الاوميجا اللي هي افضل شيء، مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي قبل لحظات، زيوت الاوميجا اذا بدنا ناكل سردين مثلا، هي كافاده اكثر من الطون ضمن معايير خبرتيني، كل قديش لازم ياكل الانسان الطبيعي هذه علبه سردين مثلا؟ هلا هي مو انا بس فقط علبه سردين، علبه سردين نحن حكينا ليش فضلت انه اكثر من التونه، لانه الفوائد الغذائيه اعلى. نعم. بس السمك بشكل عام فينا نقول انه المفروض نحن ناخذها مرتين بالاسبوع. مرتين يعني بالأسبوع. هيك المفروض. نعم. مع انه كثير في اشخاص مثلا ما كثير يعني بيتوفر هذا الموضوع عندهم، او هن ما بياخذوه بعين الاعتبار يعني. فالمفروض نحن ناخذ السمك بالذات لازم ناخذه مرتين بالاسبوع لحتى ناخذ فوائده كلياتها، وقد ما فينا نحن نكون محافظين على جسمنا. الاوميجا 3 هي موجوده بالمأكولات البحريه، موجوده بالمكسرات، موجوده ببذور الكتان. مثل ما حكينا كمان على موضوع الزيوت كمان اللي حكينا عنها بشوي. تمام. مهم جدا مستمعين، يعني هلا اكيد كثره الشيء ذات الشيء اللي مثل قلته، يعني ما هيك؟ يعني اذا واحد بده يحط مثلا ياكل كيلو مكسرات على سبيل المثال لحتى يستفيد، فهذا الشيء عم يضره، ما عم ينفعه. مثل ممنوع مثلا ناكل نحط كيلو البزر بنطلع بدونه. لا اذا بدنا ناخذ هلا كيلو مكسرات هيك ساعات صار هيك بده يزيد. الاشخاص اللي هلا عم يعملوا مثلا دايت هنن فيهم ياخذوا مكسرات. نعم عادي. بس نحن الكمي اللي عم ناخذه هو اللي بيلعب دور. طبعا نحن لازم ناخذ كل الاصناف الغذائيه بكميه معتدله. صحيح. حتى نحن نكون هون طلعنا من الريسك اللي ممكن نحن نفوت حالنا فيه بالغاء اي عنصر ثاني غذائي. نعم. اللي هو كتير في أشخاص بيفكروا إنه هذا الصح. عظيم. أوكي. نور، طبعا نور أنا بس بدي أكشف شغلة عن شخصيتها لنور. نور أنا بعرفها شخصيا، طبعا هي صديقة مقربة من دمشق. نور يا جماعة إذا بتحضروا نانسي عجرم فهي نور المراية تبع نانسي عجرم، يعني هيك بجسمها بعيونها بشكلها، فهي نحيفة لدرجة رهيبة جدا. نور تعتني بحالها بشكل فظيع، حتى لما حكيت معها كانت معزومة على 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 عيد ميلاد كمان بالكيك، كمان دايت عاملينه دايت فظيعة. أوكي نور، بما أنه نحن بالصيف هلأ، فشو هي المأكولات الصيفية المسموح بتناولها صيفا ولا تؤثر على الجسم، وشو هي الأطعمة اللي بتعطينا الطاقة بفصل الصيف بدون ما نأذي حالنا وترتفع حرارة جسمنا؟ هلأ فصل الصيف كتير في ناس بحسوا حالهم هنن تعبانين، وكتير أنا عندي خمول، مالي حسنان، مالي قادر إني أقوم أو أتحرك. صحيح. فالفكرة من هي القصة أن ترتبط ارتباط كتير وثيق بدرجات الحرارة العالية وبفقد السوائل. نعم. يعني أنا مثلا كشخص ما بربطها بهي بفكر حالي إنه أنا مثلا كتير جوعان عشان هيك بتجه فورا للأكل وبصير بأكل. ما بعود السوائل بالنسبة لإلي. نعم. هاد كتير غلط. يعني ضروري نحن في فصل الصيف
نعوض نسبة السوائل اللي نحن عم نفقدها قدر الإمكان، وناخد الفواكه والخضروات الموسمية اللي موجودة بفصل الصيف بشكل يكون متوازن. اللي هي يعني ناخد البطيخ، البطيخ، الدراء، المشمش، ناخد حتى الخضروات الورقية والخيار بيحتوي هنن على نسبة عالية من المي بتعوض شوي السوائل. بس طبعا نحن هون هلأ ما فينا نقول انه لما ناخد فواكه او حتى خضروات فينا انه نحن نعوض كمية السوائل طبعاً. لانه بيختلف الموضوع. يعني نحن طبعا ضروري جدا 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 انه ناخد، برجع بركز على كمية المي، نحسب عدد كاسات المي بالنسبة لإلي. يعني أنا كشخص أنا قديش لازم أنا أشرب مي باليوم الواحد بفصل الصيف؟ يعني بهالأيام قديش لازم أشرب أنا، كم لتر مي؟ هلا تقريبا نحن لازم نوصل ل 14 كاسة، مع إنه في ناس هلا يعني كم لتر تقريبا؟ إنه واو كم لتر تقريبا 14 يعني كاسة؟ فينا يعني تقريبا بين حنقول من لترين تقريبا هيك. أوكي. يعني على حسب الوزن. أوكي. وعلى حسب الشخص، يعني في معايير كمان محددة هي ما فينا نحن نشملها، بس لازم المفروض تقريبا بحدود اللترين يشرب الشخص. أوكي. من لترين حتى إذا ثلاثة ما في مشكلة إذا كان هو شخص طويل ووزن يعني أنت ما يكفونا بالنهار. أوكي تمام، أنتين ما يكبر تقريباً. أوكي. أيوة تمام، كبار بدهم يكون. تمام، فنحن تمام. لازم ناكل. أوكي، هلأ بالنسبة للطبخات نور، بالنسبة للطبخات شو أكثر الطبخات لازم يكونوا موجودين؟ بيقولوا دائماً أنه أكل الزيت، يعني أكل المعمول بالزيوت مو معمول باللحوم بالصيف والدهون، هو أفضل لجسمنا، ما هيك؟ واللي الأكل المعمول باللبن أفضل لجسمنا بالصيف، فأنت مع هاي المقولة أو لا؟ لا طبعا اكيد، لانه نحن لما ناخذ لبن مثلا او حتى ناخذ زيت، الفكره هي من هذا الموضوع. طبعا نحن ما فينا نلغي تماما انه ناخذ مصادر بروتينيه سواء كانت حيوانيه او حتى نباتيه، بس نحن اذا ركزنا على الاطعمه اللي فيها لبن، لانه هي بتحتوي على سوائل بتعطي رطوبه، بتعطي تبريد للجسم، هذا هو السبب الرئيسي. اما انه مثلا نحن اذا بدنا نقول على الغاء يعني انه اصناف اللي هي فيها حراره او هي فيها توابل او حتى الحد، فهي بتعطي اجمالا حراره للجسم، هون نحن بنكون عم نعمل العمليه العكسيه المفروض نحن نعملها، انه نبرد ونرطب جسمنا. فهون نحن عنا الغلط بالنسبة لنا باختيار الأصناف الغذائية بفصل الصيف. فالأفضل دائما ناخد الأغذية اللي هي باردة، هذا هو السبب إنه نحن بناخد أكلات اللبن أو حتى أكلات الزيت لأنه هي باردة. نعم. أما ما فينا نقول إنه والله إذا أخذ الشخص مثلا إنه لحمة أو جاج أو أي نوع من أنواع البروتين إنه هذا الشيء سيء، لا، بس أكيد ما حط مثلا شوربة ويعني درجة الحرارة 40 هذا غلط، يعني نعم. أجي أحط شوربة، وأنا لازم أني أعوض السوائل بس بطريقة صحيحة كمان. تمام، ما أشرب شوربات. أوكي، فشرب الشوربات بالصيف فهو عاد عادة خاطئة. طيب أوكي، نور، يعني إجمالا أنت حكيتي عن الحد أو الحر، يعني الهنود أو إجمالا كل شيء عندك شرق آسيا كلياتهم بيأكلوا توابل بشكل فظيع، يعني بياكلوا توابل الهنود وبنغلاديش وكذا، فبيضل جسمهم سمباتيك، بيضل جسمهم نحيف، فشلون هيك عم تزبط معهم دائما؟ حياتي ما شفت حدا سمين، يعني هندي سمين، شلون بيعالجوا هذا الموضوع؟ هلا هو انت معك حق والله، يعني انه فعلا ينزعج الواحد من القصة، خاصة الاشخاص اللي هن بيعتمدوا عليهم وما بيحسوا حالا انه هن انه عم يستفادوا من هاي الناحيه. نعم. يعني في ناس كتير بتعم تاخذ الحد او بتاخذ توابل بطريقه كتير عاليه كرمال هذا الموضوع. بس أوكي. هي الفكره، بس هو بصير معه قرحه، هي الفكره ايوه تمام. يعني نحن ما فينا ناخذها بكميه كتير كبيره، ومو بس هيك، هلا بالنسبه للهنود غالبا نحن بيكون في عنا نشاط بدني عالي لحتى يصير في عنا حرق. أما ما بترتبط أبداً وجود التوابل أو حتى الحد بموضوع النحافة، يعني دائماً الشخص اللي بيكون مثلاً إنه سيمباتيك أو حتى إنه أنا ما عم بيزيد الوزن
غالبا بيكون هو إما عنده نشاط عالي أو في عنده مشاكل مرضية. يعني ما بيرتبط الصنف الغذائي بشكل كتير إنه مباشر بالتنحيف إلا بالنوع والكم اللي أنا عم أخده. أما إذا أنا بدي أقول إنه والله مثلا حد إنه بنحف مثلا بيقولوا إنه خل بنحف يعني كل شيء إذا انتبهنا بيحرق هيك إنه المعدة وإنه بنحف عندهم، ما بعرف ليش هيك المعتقد هذا الخاطئ، يعني هذا نعم. خاطئ جدا. نعم. لأنه أنا بكون بشيء وبنتقل لشيء تاني تماما. إجمالا يعني نور، نحن أجسامنا غير أجسامون، يعني طبيعة جسمنا غير طبيعة جسمون، يعني طبيعة أجسام المنطقة هون عنا بسوريا والعراق غير الأجسام الموجودة مثلا بشرق آسيا، بتلاقي إن أحجامهم أصغر شوي، دائما في عندهم شغلات حركية أكتر من من منا، ما هيك؟ طبعا اكيد الحياة يعني سواء كان البيئة او حتى الجينات الوراثية او حتى الحياة هي بشكل عام، طبيعة الحياة هي بتلعب دور كمان بموضوع الوزن. صحيح. يعني حدا مثلا انا بشتغل وبضلني قاعد كل النهار مقارنة انه اكون حدا في عنده كتير حركة. صحيح. اكيد اللي عنده كتير حركة لا رح يكون وزنه افضل، وحتى انا الاشخاص اللي هن بضلوا قاعدين كل النهار ما بفضل انه هنن يلجأوا لانه مثلا بيقول لك انه انا ما فيني انه تبع دايت، لا بروح باخذ مثلا معجنات، باخذ فاست فود، نعم بروح انا بلجأ لهي الاصناف الغذائيه. نعم. وبيقول لك انه انا طيب انا ما عم انحف، او مثلا بيقول ضلني قاعد انا ما باكل ولا لقمه، برجع على البيت باخذ وجبه انه كبيره هيك تكون يعني جسمي هيك انه على على كيفك، وبعدين ما بتلاقي الا غير زاد الوزن. هي نور عم تقول هي نور نور عرفتوا ليش عم تضحك؟ لانه عم تحكي عني انا، عرفتوا شو؟ انا لانه اوكي نور، نور على فكرة كتير مجهز أسئلة، أنا الوقت عم يهرب منا، وأنا وياكي سألتني نور عدتي معقول رح نلحق نحن نجاوب على كل الأسئلة؟ لا ما رح نلحق، بس نقول إن شاء الله. نور سؤالي الأخير قبل ما أختم، لأنه بأكد لك أنه نحن رح يكون في عنا لقاء آخر على عبر راديو الغد وبصباح الورد كمان، وإن شاء الله رح نحكي على أنواع الرجيمات، ولكن في سؤال دائما بيخطر عبالي. بيقولوا الكبارية دائما الكبارية، ودائما في ببريطانيا إجمالا الفطور هو الجزء الأساسي بحياتهم، الفطور ببريطانيا تحديدا، لأنه في لحوم في أكل، في بياخد هاي الوجبة الرئيسية اللي بياخد فيها الطاقة الكبرى لحتى يكمل نهاره اللي بتكفي بين 6 و5 ساعات تقريبا. الفطور الصباحي يؤثر على نشاطنا نور، وما هو الأنسب للفطور الصحيح؟ لأنه هون بالعراق ممكن إذا بدهم يفطروا، في ناس بيفطروا فبيفطروا مواد دسمة جدا صباحا، وفي أشخاص ما بيفطروا أبدا، لا بيقوموا بيشربوا فنجان قهوة، فأعطينا الطريقة الصحيحة نور. هلا الفكرة انه انا اروح اخذ ستيك مثلا لحمة او صدر دجاج على الفطور، هذا كتير 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 خطأ، لانه انا ما بصير بلش يومي بهي طريقة. وعلى فكرة انه الفطور طبعا هو اساسي، هلا الفكرة هي المعتقد انه الفطور هو انه انا لازم اعمل عزيمة او وليمة لحالي، هذا انه لا بالعكس، كتير شي بسيط، كتير شي سيمبل. يعني انه اذا انا اخذت ساندويش مثلا لبنة، ساندويش مثلا جبنة، فول، حمص، بيض، هذه الأصناف الغذائية اللي أنا أعتمد عليها. أوكي. بيض. كم بيضة يعني تقريبا جداً. كم بيضة الواحد لازم يفطر الصباح؟ هلا في ناس بتفطر 5، وهذا كمان يعني خاصة الرياضيين، يعني عندهم البيض هذا الغذاء كتير يعني رئيسي عندهم. نعم. إيه. هلا الرياضيين بياكلوا البيض، البيض نايب نايب ياكلوه مثل ما هو. ايه تمام، وحتى بياخذوه كمان الصبح بياخذوا لهم شيء 5 مثلا. نعم. يعني انه كول عادي الامور. اوكي. هلا تقريبا فينا ناخذ تقريبا 2 بيضه يعني هذا للشخص العادي يعني. هلا في هذول العصافير تبريني، هذا فطور عصافير ها. انت معنات عجبتك تبع الخمسه، شو هذا كان ظريف. واحد يفطر. اوكي رح نفطر لك اللبنه، احنا حننوع كمان يعني لبنه جبنه بيض. ايه تمام. وشو كمان؟
وحمص، وحتى عنا الفول، بس بدي ركز على فول شغلة تفضلي. انه نحن مو اذا انا مثلا ما بحب انا مثلا انه افطر ابدا. نعم ايه طيب، انه اوكي فينا ناخذ في بدائل كمان عنا، يعني مثل فينا ناخذ مثلا كاسة حليب، في مع شوفان اذا انا ما كان في عندي نقص كالسيوم. في بعض الدراسات تقول انه ممكن هو يأثر على امتصاص الكالسيوم، الشوفان بالذات يعني، لانه في نسبة من الالياف عالية. نعم كمان فينا ناخذ مثلا كوب حليب مع بسكويت مثلا شوفان، بسكويت نخالي، يعني مو بالضروره انه انا اربط انه خلص هذا الموضوع. طبعا نحن عم نحكي عن خيارات نحن فينا ننوع فيها، اما اجي انا افطر طبخ غلط هذا الموضوع، طيب اوكي. اجي افطر لحمه واللي غلط فيه كمان. على فنجان القهوة، بس فنجان قهوة ضرر كتير كبير، هذا ممكن يعمل ضرر؟ هلا الفكره هي لها علاقه باولا بموضوع الشهيه، انه نحن لما انا اجي افطر قهوه مباشره، الافضل اول شيء اشرب مي، اخذ شيء صغير انه فاكهه صغيره شو ما كانت، حتى لو قطعه تمر، وبعدين اشرب قهوه. السبب الرئيسي انه نحن في بصير في عنا بتعلى الحموضه بالمعده لما ناخذ فنجان قهوه، بس ايضا على فكره انه نحن بس بتضل كل النهار على فنجان قهوه، انه نحن بموضوع الشهيه كثير بيلعب دور، موضوع الاستقلاب كمان، ما بيعود الشخص بيصير بي عنده استقلاب او بينزل وزنه مثل الشخص اللي هو بيفطر، او مثل الشخص اللي هو بيتناول اي اصناف غذائيه. جسمنا دائما بحاجه انه نحن نعطيه اصناف غذائيه، نعطيه دائما مصدر للطاقه لحتى يصير في عندنا حركه بالجسم، ونحن نقدر ناخذ. يعني في ناس كثير بتضل فتره طويله انه هي من دون اي شيء، بعدين بتيجي بتاخذ وجبه كثير كبيره. هلا هون انا ليش ان هون نحن بصير في عنا زياده؟ لانه انت حرمت جسمك فتره طويله انه هو ياخذ اي صنف غذائي، فبشكل طبيعي انت رح تيجي تاكل بكميه كثير كبيره وكثير حتصير اوفر، وبعدين تقعد ما عاد في حركه، يعني بعد الوجبه اللي انت حيصير في عندك حاله من الخمول، يعني صحيح. لانه مثل ما بصير معنا بحاله مثلا شهر رمضان، هذا غير انه انا ما بعد بقدر اتحكم، او في عندك القسم الثاني اللي هو بصير بيتلقوش كثير، مثلا بياخد تشوكلت، بسكويت، تشيبس، بيلجأ لألون بما انه هو ما في عنده انه ما اخذ اي شيء غير بس فنجان القهوه. عظيم. اوكي، نحن تجاوزنا الوقت اللي مسموح فيه حاليا، لانه عم يعطيني اشاره المخرج. انا بدي اشكرك كثير نور، يعني انا سعيد جدا، واكيد للحديث بقيه، وسنتحدث في المره القادمه على انواع الرجيمات اللي لازم نحن نحافظ دائما على امور معينه بالرجيم، وما لازم نحن نتجاوزها. رح نحكي عن التسمين، عن التنحيف، عن كل هالامور هي كلياتها في المره القادمه، ما هيك؟ اكيد ان شاء الله. وكثير هيك شكرا على المبادره اللطيفه، وبدي اشكرك لك بالدرجه الاولى، شكرا لك، واشكر كمان كل المستمعين انه إن ان شاء الله يكونوا هيك استفادوا. ان شاء الله ان يا شاء رب، الله نكون ان شاء احنا الله قد ما فينا فدناهم ان شاء الله. وانا بدي اشكرك كثير اختصاصيه التغذيه من دمشق سوريا نور الصبان، كل التحيه والاحترام لك، كل المحبه اكيد لك. شكرا لك، نورتينا، لك نورتينا، لك نورتينا، لك.